السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد التثبيت أو التبييت الطويل والقصير. الأول في معلومة معروفة يعني أو نأكد عليها، إن في الشطرنج جناحين، جناح الوزير ودي الناحية اللي بيبقى فيها الوزير، هو ده جناح الوزير، وجناح الملك ودي الناحية اللي بيقف فيها الملك وهو ده جناح الملك. احنا هنا هنلعب بالتبييتة بالابيض، بس نفس الكلام بيسري على الاسود. الجناح اللي الناحية دي ده الملك، فيه خانتين بس اللي فاضيين دول، فده نسميه تثبيت قصير لان هما خانتين بس اللي فاضيين. هنا الجناح بتاع الوزير بيبقى فيه ثلاث خانات فاضيين، فهنا بنسميه التبييت الطويل او التثبيت الطويل. التثبيت في كل اللعبات بيبقى بين قطعتين، وهي دي الحركة الوحيدة اللي بتبقى بين القطعتين، بين قطعتين مع بعض على طول من نفس اللون. يعني هي دي اللعبة الوحيدة اللي في الشطرنج اللي بتحرك من نفس اللون حركتين ورا بعض، الملك والطبية. حركة التثبيت بتكون بين الملك والطبية، سواء الطبية اللي موجودة في H1 أو الطبية اللي موجودة في A1. في كذا قانون وكذا شرط يعني لعملية التثبيت أو التبييت، سواء كانت الطويل أو القصير، سواء كانت مع اللاعب الأبيض أو اللاعب الأسود. أهمها إن ما ينفعش أنقل الملك لمكان مضروب. يعني لو إني هنقل الملك للخانة دي مثلا، وفي حصان مثلا في الخانة دي، فالخانة دي مضروبة أهي، فما ينفعش أنقل الملك الناحية دي لان هنا هيبقى كش على طول، ما ينفعش انقل الملك لناحيه مكشوشه. في تاني حاجه، لو الملك في حاله كش، يعني هو دلوقتي في حاله كش، ما ينفعش اعمل له تبييته. لو ان اللاعب قايل لي دلوقتي كش وفي امكانيه التبييت، فانا ما ينفعش وهو مكشوش اعمل له تبييت، لازم يكون حر، ما يكونش مكشوش من اي قطعة تانية. في حالة فك الكش اللي كان فيها الملك، ممكن تعمل تبييت او تثبيت في اي وقت. يعني نفترض ان الملك كشش دلوقتي وعملت لعبتين ثلاثة ومفكيت الكشة، خلاص الدنيا بقت تمام وسليمة ولسه في امكانية التبييت، القلعة متحركتش من مكانها وفي امكانية التبييت، بيت اعمل تبييتة طويلة او قصيرة عادي. هنا في ممكن الخانة اللي هنا هيقعد عليها الملك في الحتة دي مش مكشوشة، لكن الخانة اللي قبلها معمول لها مقتولة اهي مضروبة معايا، ما ينفعش اعمل هنا التبييت. هنا الملك في حد ذاته مش مكشوش، لما ينقل هنا مش هيبقى مكشوش لان ده فيل، يبقى الملك بالنسبة لي مش مكشوش. لكن ما ينفعش الحركة دي بتزنق للملك حركة غلط، ما ينفعش احرك الملك سواء كانت الخانة اللي هيقعد عليها ضربها الخصم او الخانة اللي هيمر عليها ضربها الخصم، لازم الدنيا تكون تمام وصافية وما فيش اي مربع من المربعات سواء هيمر عليه او هيقعد عليه الملك مكشوش او مضروب من باي شكل من الاشكال باي قطعة من القطع بتاعت الخصم. في حاجة كمان مهمة، لو ان خلال اللعبة اتحرك الملك من مكانه، ولنفترض انه لف حوالين نفسه شوية كده وبعدين رجع قعد مكانه تاني الاصلي اللي هو على E1، في الحالة دي ما ينفعش تعمل له التبييت او التثبيتة بتاعته، ما ينفعش. الملك اتحرك لف كده، خد له لفة في رقعة الشطرنج ورجع تاني على مكانه اللي هو E1، ما ينفعش، خلاص راحت منك التثبيتة او التبييتة بتاعته، سواء كانت طويلة او قصيرة، خلاص فاتت منك، ما ينفعش تعملها. لازم يكون الملك ما تحركش من مكان، دي اول حركة لي التبييتة دي، لازم تكون دي اول حركة للملك. طيب نفترض ان اللي تحرك القلعة، في الحالة دي بتبقى راحت عليك التبييتة في الناحية بتاعت القلعة اللي اتحركت. نفترض التبييت القصير ناحية القلعة اللي هي في H1 هنا، ففي الحالة دي انت اتحرمت من التبييتة القصيرة.
في الحالة دي انت اتحرمت من التبييتة القصيرة لانك حركت القلعة، ما ينفعش تعمل التبييتة القصيرة. لكن طالما القلعة التانية اللي في التبييتة الطويلة موجودة، اعمل التبييتة بتاعتك متاحة ليك. دلوقتي هنيجي نلعب التبييتة، مثلا الملك مش مكشوش والخانات اللي هيمر عليها مش مضروبة، الملك ما تحركش قبل كده، القلعة تمام في مكانها، الدنيا سليمة، وهنعمل تبييتة سواء طويلة او قصيرة. لازم ناخد بالنا ان احنا هنحرك الملك الاول، الملك الاول نلمسه ونشيله كده ونقوم محركينه للخانة اللي هيقعد فيها ونقعده كده ونريحه، وبعدين نقوم شايلين القلعة ورايحين بيها للحتة اللي هتقعد فيها للمربع بتاع التبييت عشان نكملها. تمام. ننتبه ان احنا لو عايزين نبقى بقى محترفين وشاطرين ونحترف الشطرنج، ان بمجرد لمسك القلعة، نفترض انك غلطت وانت بتيجي تعمل التبييتة ولمست القلعة الاول، ففي الحالة دي هتلعب القلعة اي لعبة تانية وبتروح منك التبييتة في حالة لمس القطعة، لان لمس القطعة معناها انك هتلعب، ففي الحالة دي بتروح منك التبييتة. فخد بالك انت بتشيل الملك الاول، بتلمس الملك الاول، بتحرك الملك الاول، وبعدين تبدأ تحرك القلعة، وبكده انت بتعمل تثبيت طويل او قصير على حسب اللعبة بتاعتك. ننبه على حاجة مهمة في الاخر خالص، ان احنا خلاص لمسنا الملك وهنحركه علشان التبييتة بتاعته سواء طويلة او قصيرة، ففي الحالة دي لازم نشيل الملك نرفعه فوق كده، وبعدين نحرك ايدينا ونحطه في المكان اللي هيقعد فيه، ما ينفعش نسحبه سحب كده من فوق الرقعة، وإلا تتحسب حركة عادية، يعني يتحرك الملك بتاعك حركة واحدة بس. لكن لو هتشد كده هتجره كده على الرقعة، لا، الحركة دي خاطئة. لازم ترفع القطعة بتاعت الملك وتحطها في الهواء كده، وبعدين تحطها على المربع بتاعها، وكذلك القلعة تمسكها وترفعها فوق كده وتقوم مخطي بيها من فوق الملك وحطتها في المربع بتاع التبييت. تمام كده، دي كل شروط التبييت الطويل والقصير. تعالوا نشوف بقى ازاي هنعملها.